المتحدث باسم الأطباء المقيمين في الجزائر يؤكد أن زيادة من 15,000 طبيب مقيم يدرسون تقديم الاستقالة الجماعية احتجاجا على ما وصفه بعدم تعاطي الوزارة مع مطالبهم. وذكرت مواقع إخبارية جزائرية أن الأطباء المقيمين بصدد تنظيم استطلاع للرأي خلال جمعيات عمومية مرتقبة للحسم في القرار والاستقالة الجماعية من المستشفيات واللجوء إلى التطبيق الصارم للحد الأدنى من الخدمات، فيما كشف المتحدث باسمهم عن اجتماع الاثنين بين ممثلي تنسيقيتهم ومديرة التكوين الطبي. وأضاف أن ممثلي التنسيقية سلموا المديرة في وقت سابق ملفا بمطالبهم وعبروا لها عن رفضهم رزنامة الامتحانات المبرمجة من قبل كليات الطب الجزائرية والمزمعة في 18 من مارس الجاري، مؤكدا أن الوزارة الوصية قابلت هذه المطالب بما سماه الصمت الرهيب وأن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارا. وتابع المتحدث في مقابلة مع صحيفة الشروق أن السلطات لم تراعي في برمجة الامتحانات أن زملائه في إضراب طيلة الأشهر الأربعة الماضية، مؤكدا أنهم سيلجؤون إلى استفتاء حول الاستقالة الجماعية يستبقونه بتطبيق الحد الأدنى من الخدمات من الرابعة حتى 8 صباحا حسب قوله. يشار إلى أن الأطباء المقيمين والذين يستعد 15,000 منهم للاستفتاء على تقديم الاستقالة الجماعية هم الذين أنهوا سنة الامتياز وتخرجوا من كليات الطب ليعملوا في المستشفيات كأطباء عامين، فيما يلتحق بعضهم بالتدريب في برامج الإقامة الطبية للتخصص في مجال معين، وهو التدريب الذي ينتهي بشهادة التخصص. وحسب ما تتداوله وسائل الإعلام الجزائرية فإن مطالب المضربين من هؤلاء تتعلق بالإعفاء من الخدمة العسكرية وإلغاء إجبارية الخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم وحل مشكلة التوظيف في المؤسسات العمومية لبعض التخصصات، وكذا السماح لأخصائي البيولوجيا بفتح مختبرات طبية.